بديت تشوف فيه نفسك في خو. سبحان الله، هي يا جارتي العزيزة، حنا كي كنا في باريس كنا نشريو الكبش عينو خضراء وصوفو صفراء. بصح عليكم. وزيد كان غير بثلاثين الف برك، رخيص خلاص. سبحان الله. وعلى هادي انا عام سنة شرطت على جمال باش يجيب لي الكبش مسلوخ مذبوح ساجي، وما عليا غير نقلي ونشوي. يا حبيبتي راكي غلطه، انا ماشي كيما انتي. انا الكبش اللي ما يتذبحش وما يتسلخش قدامي وعيني تشوف، بالنسبه لي يا عذرا يا حبيبتي، انا ما نبقاش الكبش. وانا شفتك مقبلتي خايفه من المصران والكرشه والجلد ما نقول لك يا عذرا يا حبيبتي، الكرشه والمصران عندهم اموالهم، عندهم الحاير اللي يديروها عصبانة. حاشك دا كان انا نمس الكرشه والمصان، انا قبل ما نمسهم الطراشة. ولا يا خيتي ضحكتيني. ما انا نقول لك عودي تغاشي، علاه ما توليش الباريز تاعك وتتهني؟ على خليه في باريز، ما تلقاي لا كرشه لا نصران لا غرنوك. نقول لك لا تحتاجي الكرشه والمصان، ابعتي المسيان تاعك مسيان بنشير يجي يديهم، راني خليتهم لك ليك. يا قرحك يا عرض تنسى، هاني نقولها لك ولك حاطه في بالك بلي انا والبشير طماعين فيك، راكي غلطه يا حبيبتي. وعليها خليك ربي نص عبد، والله غير تقولي لي واش فيك يصلح. هاي واش فيك يصلح؟ تعرفي طيبك الحراي، تعرفي تلبسي، تعرفي تاكلي، حتى راجلك وقتلتيه بالشر. واش فيك حاجه تصلح؟ والله غير تقولي لي فيك غير تنقريح وتشرك الفم. حاشاك حاشايا تيلي حاشاك، ملا خليني نقول لك كيما قالوها عباد بكري، ربي قال لك يمد السواك لعوجة الحناك وانت واحدة منهم. ما انا نقول لك بصفة لا بان نقول لك بقى على خير على خطر ما تستاهليهاش. اي قصوى.